بعض المرات انا تنقولها للناس الله يخليكم عافاكم، تسالوا علاش هذاك المنتوج، شنو هي القيمه ديال يا لي كومبوزون ديالو، شحال مصيب، شحال كنشرب، العلبه ديالو كيفاش، شنو علاش رخيص، علاش ب200 وب400 وب600، سي با كون باغ ازار، شنو حطوا لكم في هذاك المنتوج اللي خلاه يكون طايح هذاك الثمن ديالو كله طايح، علما ان المنتوجات المزيانين تيكونوا نورمالمون غاليين حيت فيهم مواد فعاله كتكون عندها قيمه غاليه بزاف. صح، والملي كنحافظوا على وجهنا البنات راه غير باش مشيت عند شي طبيبه تبارك الله ديال الجلد، راه الثمن باش كندوزو كيكون خيالي، يعني اثمنه غاليه بزاف. دونك نحافظوا على وجهنا قبل ما نوصلوا للمشاكل اللي هي سورتو لابور. كنا العيالات حنا ولا الرجال ولا كلشي دابا وجهه هو كلشي، يعني هو الفساد، هو المراه وجهها وشعرها هو كلشي اللي يخليك ديالي يا ما شاء الله. السلام عليكم حبوباتي الغاليات، مشتركات ومشتركي قناة جميلة أونلاين، مرحبا بكم معايا في واحد الحلقة كلها شنقول لكم، كلها كان، كلها هدوء، كلها روائح زكية. اليوم معنا الغالية ريحانة. ريحانة مرحبا بك، الله يبارك فيك، غادي اليوم انت معايا في الحلقة الله مادمان الله يخطيك. دونك مرحبا بك، الحلقة ديال اليوم ان شاء الله كما قلت لهم غتكون متميزة. حنا ما كنتواجدوش في سونتر تاشفين، حنا كاينين في واحد البلاصه زوينه، ما غاديش نقول لكم شنو غنديروا لان كلشي غادي تتابعوا معنا ان شاء الله من الاول حتى الاخير. البنات كتشوفوني ديما بلا ماكياج، الفيزاج ديالي فريمون تحت اكيد العيا، لا فاتيك البنات والتليفون ولي غيون ديال التليفون، الوقت البرد كما المراه المغربيه العاديه اللي ما كتعطيش بصراحه، كنا ما كنعطيوش الراحه لنفسنا وما كنعطيوش الاهميه بزاف ديال الحوايج اللي هما مهمين بزاف في الحياه. حبيت نريح انا واحد لاكام غزاله فيها دي برودوي زوينين اللي ما شاء الله هي كتصاوبهم بيديتها، وكنت فرحانه بزاف. ولكن ملي مشيت للدار واخا صيفطات لي دي زوديو وراتني كيفاش ندير لهم، ما عرفتش انا اختي نقادهم على وجهي منين تبدا منين تكمل، ما عرفتش منين تبدا والله، خفت لما قلتي ليا لان الا ما تصاوبوش ولا ما حطيتيهمش ما قادتيهمش على وجهك بالطريقه الصحيحه ما كيعطيوش نتيجه. اكيد بين يديك، وقلتي لي ما شاء الله بان كديروا لي سوان فيزاج، يعني اللي بغات دير هذا الشيء اللي درنا اليوم، اللي بغات تستفد منه في دارها هنا ياك، وديروا تاخذ لاكا من عند ريحانه في السونتر تاشفين وتصوبهم بوحدها، وغاتابليكي داك الشيء اللي شفتي في الفيديو حرفيا لا الزياده ولا النقصان كما غندير انا، غنستافد اليوم بزاف والله، بغيت نفيدكم داكشي باش درنا لا فيديو، سينو كنت غنجي نخدمو صافي غتخدم فوالا. دونك اللي ما بغاتش غتاخذ لاكام ياك ريحانه، غتاخذ لاكام وتصوبها في دارك، بغيتي تصافي كما هي 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 بصراحه هي اللي صافي، غير الواحد يتبع المراحل. وي تبع المراحل وصافي سي با، سورتو دابا ملي غندير بلا فيديو يعني غتشوفي كلشي صافي، غادي يبان سهل سي فاسيل، ولكن انا والو واش فهمت شي حاجه ولا يمكن راسي عامه بزاف. المهم انا بغيت نفيد البنات، بغيت نستافد انا وميم طون بغيت نفيد البنات كاملين، فغادي نتوكلوا على الله ونوريهم لا جام كيفاش كتكون من خمسه ديال لي بياسيك. هي فاسته اكزاكتومون، هي فاسته فيها جوج ديال لي ماسك على حسب البشره فوالا، مي اون جينيرال ملي تياخذ الواحد لا جام كامله تياخذ خمسه ديال لي برودوي. قلتي لي كيعطيو واحد المفعول سحري، مفعول زوين غير الواحد يتبعو. انا ما تنبغيش نحكم على المنتوجات ديالي براسي لان شويه ما تنبغيش داك العجرفه وداك الواحد يبقى يمجد ويعظم في الحاجه، مي تنقول لانها جربوه الناس وعاودوا وعاودوا وعندهم مفعول زوين بزاف، فيه مواد فعاله جد فعاله وكتعطي فعاليه، وهما كلهم مستخلصات طبيعيه. طبيعيه هذا هو اللي عجبني انا، مستخلصات هما من المستخلصات الطبيعيه، يعني ما كندخلوش مواد كيميائيه، ويمكن كاينين فيهم بعض المواد اللي بحال دابا لو جيل ولا لو ماسك ولا لو غوماج يمكنهم يستعملوهم حتى لي زادوليسون ديالكم. داكوغ، يعني حتى وليداتنا، حتى وليداتكم. طب زهره قالت لي ماما هادشي زوين بغينا، قلت لا 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 هادشي غير شي بنيات، وانا كذبت عليها ربي تسمح لي. لا لا تقدر تستعملو، ما بغيتيش تاخذو معاك الله يديك عافاك شويه الوقيعه، غتشوف شي دبات تقول لي ماما تعال تاخذ الوقيعه شويه. الله يخطيك. المهم غاديش نطول عليكم في الحلقه، غادي نوريكم لاكام اللي كاينه، وغادي نبداو ان شاء الله تعالى لي سوان فيزاج هي بلا ماكياج اليوم. غزاله غزاله مازال غنديرو، مازال غنديرو داك كاين شي كاين واحد لولي اللي كتمزق ياك هو الاول، ما غاديش نحرقو الحلقه، بقاو معنا البنات وما تمشيوش نتبعو. دونك هذه هي لاكام ريحانه، باش غادي نبداو؟ غادي نبداو بلو جيل نيتوايون، لو جيل نيتوايون هذا هو الاول من خلاصه الورد فقط،
ولا غير خلاصة الورد. بعد المواد وليني ما فيهش الماء، فيه غير ماء الورد المقطر. اوكي زوين وتيصلح لجميع انواع البشره والبشره الحساسه. داكوغ دونك هو هذا. وهذا كاين من موراه كنستعملوا لو غوماج. انتم غتشوفوا هادشي كلشي في لو سون دو فيزاج. كاين من بعد تنديروا لو غوماج اكسفوليان ا باس داسيد ساليسيليك اللي هو حمض الصفصاف. وحيد الصفصاف زوين بزاف للبشره الدهنيه، خصوصا البشره الدهنيه، وتيصلح حتى للبشره الجافه الا عرفنا كيفاش نستعملوه. تعطي واحد ليفي عجيب جدا، واحد اليس لابو دون فاصون اكستراوردينير ما شاء الله. هذا الوغ من بعد داكشي كاين تنستعملوا يا اما الماسك ا باس دارجيل، سي ان ماسك بوريفيان ا باس دارجيل فيرت اويل اسونسييل دارغاتي. هذا سبيسيال بو غراس، نستعملو بو ميكست غراس حتى البو نورمال تيصلح. دونك البشره العاديه ولا الدهنيه سينو بجوج. سينو بجوج في الزيت الاساسي ديال شجره الشاي، وهو زوين تينظف بلا وتينقي وتشرب الدهنيات بلا ما ينشف البشره. داك حتى هذه مهمه، حيت سينو بعض المرات تدير شي حاجه تتولي البشره تتجري سي فري تتنشف تتقشر مشكله. اكزاكتومون الوغ اولا الا كانت البشره جافه فكاين عندنا هذا الماسك نوريسون على الجيل روج والارغان ولا فيتامين او مغذي جد مغذي. ما نقولكش كيخلي دونك البشره الجافه بزاف الناس كيعانيو من هذا المشكل. هو مغذي، هو تيدخل بعمق تيغذي البشره بعمق الداخل وبلا ما هاد لارجيل هادي ما كنخليوهاش حتى كتنشف على الوجه وكتضجر نهائيا. اوكي هذا الماسك تنديروه واحد الفتره وتنحيدوه. فوالا عندنا الا كان لو جوغ لا كان كريم دو جوغ، الا كان لو جوغ تنديروا لا كريم دو جوغ، سينو كاين لو سيروم دو نوي. الوغ هادي كريم دو جوغ انتنس على سيد هيالورونيك بحمض الهيالورونيك زوينه لجميع انواع البشره وخصوصا البشره الجافه والبشره اللي هي كتعاني من الغيد. داكوغ حاجه جميله والله، حاجه جميله والله. من التجاعيد اللي غير التجاعيد والتجاعيد راني صافي راه ما شاء الله. واختك تعرفي هنا بان هذا ولا مشكل العصر. ايوا شوف راه كتلقاي 30 وبداو تيبداو زعما واش خصنا تنكبروا بحالي انا تصافي فات الفوت. عندنا لا عندنا الشمس بارفوا لي تري ديكسبرسيون سو مارك تري تري تو، حيت عندنا حنا تنعيشوا فواحد البلد اللي فيه الشمس على طول العام، سو كيفي عندنا ديما واحد لي زيكسبرسيون كي سو تراس. مع كل الاسف هذوك لي زيكسبرسيون راه الواحد الا ما زربش عليهم تزربوا عليه. داكشي اللي بغيت نقول زعما تقدر تبداهم مناش اكزاكت لي ترونتين جو بونس لي ترونتين. ماشي ضروري تبقاي توصلي لي كارونتين البنات. لا وحتى لا كريم ديال التجاعيد، حتى المرهم ديال التجاعيد ياك مرهم. وي وي سي كريم مرطب. كريم ديال التجاعيد عندها كيفاش نقول لك، كاينه ديال 30 عام ديال 40 عام ديال 50 عام، كل وحده على لانتونسيتي على حسب لاش. داكوغ على حسب لانتونسيتي ديالها. فوالا الوغ الا كان الليل هذا سي لو سيروم ا باز دو فيتامين سي لي زالك و لا فيتامين سي و لي زالك و لا لوي فيرا. داكوغ فوالا هو تيصلح بالليل، تنديروه بالليل باسكو فيه لا فيتامين سي. سي ان ماسك كو ديكلا تيعطي واحد ليكلا للوجه زوين وتعطي ترطيب او ميم طون مرطب. دونك بالليل هذا ما يدارش بالنهار. لا ما تيدارش بالنهار لان لا فيتامين سي انا جو بريفير كيسوا يوتيليزي لو سوار، والواحد ملي يفيق الصباح يغسل وجهه بلو جيل نيتوايون. هذا تديريه بالصباح بالليل بالنهار ديري في اي وقت غزال زوين بزاف تغسلي به وجهك وتديري لا كريم ديالك بالنهار العاديه والواقي الشمسي بيان سور ضروري من طبيعه الحال. شكرا لك ريحان وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. مرحبا يلا البنات. مرحبا البنات. دونك اول حاجه انا تسكيت دابا عرفتي ما كرهتش قلت للريحان ما كرهتش الناس نغمض عينيا باش حد يصبر. انا باغي نجي ناخذ راحتي ولكن المهم انا غنبارطاجي معكم اليوم كل شيء لي سوان دو ا ا زد. دونك لا بروميير شوز كتحيدوا لي بوكل ديالكم لي شين سنيسلات الحلقات كلشي اللي عندكم. نورمالمون علاش انا ما تنحيدو كل ما هو سلبي. شوفوا التجاعيد البنات، شوف تنحيدو كل ما هو سلبي
سي ان مومون دو ديتونت فوالا ما يكون حتى شي عائق هي لحظه ديال الفرحه تصحاك هكا فودني كلها اون فاتوشي لو كو كنخدموا العانق كنخدموا لي زوغاي كنخدموا كلشي على غوميو بحال تدخلي الحمام وي هنا الوغ اول مرحله هي اننا في حاله دابا انت ما دايرهش ماكياج ما الا كان شي حد داير ماكياج اول حاجه تحيد الماكياج ديالو ان دي ماكيون ولا لوسون دي ماكيونت تنحطوها على الفيزاج كامل والله لا احساس هنا نغوتير تحيدو لو ديماكيون هادي زعما الا جات المراه دايره المكياج انا راه من البارح ما دايره والو واش هنينه والله ما فيه حتى شي حاجه ولكن فيه طبيعي خصو تحيد الشمس كنضربو الناس بالفونديشن كتبع الله يعني ما يكون فيه حتى حاجه كتسحب فريمون افون le démaquillant on passe lotion tonique elle dit la lotion oui la elle dit lotion tonique fraîche à base de rose à taux de rose c'est pour retirer l'excès de le démaquillant les bras ça fait un jamila le démaquillant le lait démaquillant et il démaquillant alors maintenant on démaquille pas entre les faux gênes ah ouais elle dit on a qu'à l'année qu'on a suivi normalement sous il tercel كتدخل عليا يعني كتقولي صافي راني ديماكيي الماكياج لا تشا ديماكيي يفو نيتواي ابري لو ديماكيي يفو نيتواي ما ديرلوش حليب الليل نو حيت بارفوا كاين دي ديماكيون يا دي ديماكيون اللي تيزعلكو الدنيا اه صافي ابري تو ديماكي عند راسك راك تو ديماكي هانتي نشوف انا ديماكيي مي تبقى شويه سي فري يمكن مك حجبان نو نو سي لي ريزيدو ديال الكحول اللي كيبقى اللي كدير فون دو تان تيبقى لي ريزيدو لازم تيبقى لازم تيبقى لي ريزيدو باش كيتحيدو كتعرفي راسك بلي انك تو فريمون ديماكيي سي كو تو نيتوا افيك ان جيل ولا على حسب شنو عندك باش كتغسلي وجهك كل مره باش كتغسل وجهها يا لو جيل نيتوايون يا لو صابون ديالها يا لا لوسيون ميسلير وليني لا لوسيون ميسلير شاك جور جو نو سي با داكور الله هادشي كاع كنديرو كاع ما كنديرو كاع لا 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 البنات حسبوا معنا لا 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 وجهك وجهك لا بو كي سيش غنقولو جو با دير مال تريتي غير نيجليجي نيجليجي والله الا لي نيجليجي الوغ سكون با فير سي لو غوماج لو غوماج ا باز داسيد ساليسيليك عندو جوج ديال الاستعمالات فوالا كنبداو هكا هذا هو القماج البنات شوفوا دابا بدينا لاكام ديال الريحانه ياك وي هذه لاكام حنا بدينا رقم واحد في لاكام نستعمل هكا جو بريفير لاسون فير سان فير سان بتيت سباتول On va l'étaler.
كوش فين راه لو فات باش الواحد يستعمل لي برودوي افيك اون كوش ايباس سا سيغ ا ريان باسكو لا بو غادي تاخد داكشي اللي عليها داكشي اللي الفوق زايد راه ما كتوصلوش ما توصلش كاع لا بو ليكسي راه تيرجع فوالا الوغ السيدات اللي ما عندهمش لو بانسو راه يمكن لهم يستعملوا جوست لا بتيت سباتول ولا ما عندهمش حتى لا سباتول راه يمكن لهم يستعملوا غير يديهم غير هو لا ما عندكش لا سول شوز اللي تنقول لهم من الاحسن يكون عندهم اون سباتول لان لي برودوي ناتورال راه ما تيبغوش لي خدمه تبقى عندها دائما سي فري باش ما تهزيش بيديك بصح تبقى عندك الفي بتيت كوش فين فوالا تا لو كو Bien sûr. Voilà. OK. On va attendre 10 minutes, un quart d'heure. دونك غادي نتسناو 10 دقائق تقريبا ولا ربع ساعه الوغ دونك اللي ما درناش اللي ما وريناهوش سكي ربع ساعه داز دابا درنا الماء د الورد في العوينات العوينات باش يرتاحوا حتى هما نضيعوهم فوالا والله البنات عرفتي درت واحد الماساج لدياتي قلت لها لدياتي تيقولوا لك الله يرحمك الوالدين نتوما الله يغطيك اون فا ترافايي ان تي بو لو كوماش ان تو تي بو انا تنحس براسي حطيت بزاف اوكي يدي عامره به حتى سي غافيان هكا باش حتى لا بغيت سي جو فو ينشف ينشف بلو فيت كسا دونك اللي يقدروا يحطوا اقل من هكذا اقل من هكا اقل من اللي حطينا ما نخدموش بزاف باسكو تو لا بو سيش غادي نخدمو غير شويه Et on le retire. Ouais, il a déjà fait, il a un effet mécanique. Alors l'acide salicylique a un effet mécanique. Ouais, il est émollient. C'est ouais, c'est retombe. Avec le bouchra, le meïta, la première couche, c'est retombe. وبحال اللي تياكل منها كوم سي تان اسيد بحال اللي تياكل قبل كنت كنحس بواحد التبزبيزه تنقول حنا مغربيين خفيفه هذيك التبزبيزه هي هو راه فعال راه خدام راه خدام لك على البشره ديالك اكزاكتومون فوالا نخدموها هكا جانسيست على هاد لي بارتي تيكونو شوية فيهم لا بومور بزاف فوالا كومسا أو ميم طون هاديك التزويزة راها إلي كونترولي باغ لو زانك لو زانك ما تيخليش تيبردها تيردها تيرجعها ما تيخليش هاداك لا غياكسيون أليرجيك تكون نهائيا تخدمو في داركم يديك ولا بجوج يديك يدا وحده ولا كانت البشره ناشفه بزاف اكثر من عندي انا اكثر من اللي عندك بشرتك ناشفه مي انا تجيني عاديه ناشفه شويه ناشفه ماشي بداك الحده الا كانت ناشفه بزاف راه ما تنخدموش اون لونليف ديريكتومون اه داكو سمعوا البنات الا كانت البشره ديالك جافه فريمون يعني ديك تتقشر مثلا هي تتقشر وفيها لي روجور راه ما تحتاجش يتخدم ما تخدميش ديريكتومون غادي نوريكم فوزالي لو روتير افيك لي زيبونج الله يجعل ما تكون عندك اون ايبونج وحده ايبونج راه تساويها 3 درهم عند لا بارفوميري شريها حيت الكوماج انا تنفضل ما يتحيدش هكا ديريكتومون يتغسل بالماء هذاك ما كيتحيدش مزيان il est crémeux خص شي حاجه avec quoi le retirer هي لي بونش هذا فيه بحال لا كريم il est crémeux دونك لي بونش هي اللي خدمنا في الاف الاول هنا هي هادي وليده هكا اون ريتير ليكسي انا قلت لكم الا كانت البشره
ناشفه بزاف تنحيدوها ديريكتومون بلي زيتوش، ما تنخدموش لو قماش. دابا اللي بغات دير لها بحال هاد الاسبوع مرحبا بها. اتصل دائما بالرقم اللي كاين في اعلى الشاشه تاخذ لاكال وتجي. بغات دير لو سوان بوحدها ماشي مهم، اهم حاجه خدي لاكال كامله. غتشوف واحد السيروم كيحمق. دونك تنشفو دابا تدير لهم ندير لهم بدافي ميه دافيه وتنحيدو القماش. فوالا حتى انا كنستافد البنات، كتعصريها مزيان باش كتجي بحال ناشفه. Elle retire avec ses. Bah non. Dire le coup, que t'es le coup, je sais même pas. Je me cache le fort, ma belle, où je vous. C'est vrai, Hollande. Ah. Tu sais, quand tu le mets, la piscine décolletée, mais celle-là, m'a rendu chez Blasa, que tu remets de la partie comme. يعني كتبقاي لابساس من تو كتبقاي كتخدمي هذا التحت ديال العنق كله باش ملي كتلبسي شي حاجه ولا شي تكشيطه هكا تكون بعط ولا شي حاجه كتباني زاز. اوكي كنحيدو كنعاودو شويه نبردو قطينا الكوتون ديز شفتيش لا كولور ديال لابو ديالك فاميلا؟ شتي والله انت كتبكي شتي كي دخلت البنات. يا سلام هادشي اللي درنا واحد البرودوي واحد نعاود نبداو دابا اون بريبار بور لو ماسك. Okay. On prépare le visage pour le masque. D'accord. Alors, je vais vous dire ويدير شي ديال لافابور يفتح المسام ديالو. اللي ما عندوش الوقت كدير البنات الكاسرونه، سمحي لي انا كدير الفوطه على وجهك وكت طيب كما كنسمو حنا بامباغي كديري بالفوطه لان اكثريه ما عندهمش هاد لاباغي سي نورمال كتكون غير في لي زانستيتيو فوالا في لي صالون ديال لي سوا. مي انا قلت له انا قلت لها كنوعدك غنديرها، انا غنديرها ولا غناخذ واحد لاباري كما قلتي لي. كاين اباري تدير فيها تتبع في البارفيمري ما غاديش كنشوف البنات ديالنا الناس اللي عندهم كاينين الناس اللي عندهم تيديروا فيهم كدير فيها وجهك خاصه بالفابور دونك مزيانه قبل ما نديروا هذا الماسك هذا كتفتحوا باش ما تقيسيش وجهك. الله يسمح عجبني داك الرطبيه تنسالي القيس نقول لك علاش من بعد نشرح لك صافي داكوغ افوزور دو كابيتان دونك كتفتحوا المسام ديال الوجه ديال باردون ديال الوجه ديالنا بهذاك اللي قلت لكم ديال داك الفابور ولا الباماري. دونك غادي نكملوا دابا شنو ندير ديريكتومون ماشي اوبليغاتوار ماشي با اون ايتاب اوبليغاتوار. اللي ما عندوش الوقت اللي عنده الوقت كان احسن، ما عندوش الوقت ما تيعنيش ان هذاك ما انا ليتاب اللي جايه ما غاديش تعطي نتيجه. غتعطي نتيجه حتى هي غير المسام تنحلوهم باش البشره كتقبل اكثر واكثر لو ماسك داكور كيدخل بعمق. داكوغ دابا غادي نديرو الماسك اللي غديري لي انا. الوغ الماسك اللي غادي ندير لك انت هو سي لو ماسك غوج، لو ماسك ا باز دارجيل غوج والارغان ولا فيتامين او تري هيدراتون. داكوغ دابا حنا هذا عفاك قبل ما نبداو نديرو انا غنديرو غير من الليل حيت بالنهار ما كنكونش مسالي دونك غير من الليل. كديري من الليل وهاد هاد لي زيتاب كاملين تيديرو مره في شحال مره تديرهم المره الاولى غادي ديريه مره في الاسبوع. انا جو تخو كسي بوكو هاد لو سوان هذا كيدار مره في الشهر
مرة في الشهر مزيانة وليني ما كيحسبليش كل نهار. نو تتغسلي وجهك كل نهار وتديري لاكريم ديالك كل نهار. لو غوماج كيدار جوج المرات في الاسبوع. داكور. لو ماسك حتى هوايا ولا درتي لي زيتاب كاملين متابعين درتي ان سوان دو فيزاج لراسك بحال اللي درنا اليوم. بحال اللي درنا اليوم تديريه مرة في الشهر. دونك مرة في الشهر وانا كيحسبليش هادشي غنديرو كل نهار. نو تو فا با لو فير شاك جوغ. هادشي اسكو تو في شاك جوغ هو هو اللي كتنظفيو الوجه ديالك. صافي تنظيف و ليدغاتاسيون شاك جوغ. اوكي فوالا ابري لو غوماج تقشير تديريه على حسب البشره ديالك. انت ما تحتاجيش جوج المرات في الاسبوع. البشره الناشفه كتحتاج مره في الاسبوع بركه كافيه عليها. كافيه هي ولا ماسك والترطيب كل نهار بالصباح وبالليل. اوكي الله يعطيك الصحه. دابا غادي نابليكيو لاجيل دابا نابليكي لاجيل روج هي لي كريموز. فوالا عندي بحال اون كريم فواتي خفيفه. هكا ديري الشوكولا وجهك. لا اكزاكت الى لاحظتي راني تنفضل انكم ما تقيسوش الله يخليكم لا كريم بيدينا بيديكم كيف ما من تكونوا تتصوبوا وجهكم الا كانوا يديكم سيغمون غادي يكونوا نقيين حيت كتغسلوا يدو سالا. كان الوجه الا كانوا اليدين ما مغسولينش ما تقيسوش بهم لا بو كتكون تري بروبر واليدين حاملين الجراثيم والميكروبات تتحطوهم على الوجه ديالكم تيكون البشره حساسه داك الوقت ف ولا بليدين ولا بهذيك لا سباتول نيت. انا جو بريفير افيك اللي ما عندوش بانسو يدير لا سباتول. نو زعما يفو با كومبليكي لا في با سو كومبليكي لا في لي موجود ليسونسييل هو هادشي يتحط يدار. دائما كنبعدو من العوينه ياك. وي بيان سور كونتور دو لوي. دي مينوت ان كار دو ما نخليش لو ماسك حتى يبس على الوجه. فوالا جو بونس كي لي بري. فوالا نعاودو نشوف. اوكي دونك غادي نتسنى 10 دقائق ولا كيما قلتي انا 4 ساعات تقريبا. غادي نحيدو لو ماسك. قلتي لي هنا دابا حسيتي به كينشف البنات. انا مابقاش يدي مابقاش وجهي حسيت به كينشف على غلب. لا حسيتي به هو ميو تحيدو قبل من هاد ليطاب هادي اللي هانتي نشوف هاد البليصات هاد البليصات نشوفو على باش تحيديه مابقاش معلق وتبقاي تجري في وجهك تتفزقي وجهك. هكاك تتفزقي وجهك كيطلق لاغجيل عاوتاني تتطلق باش ما كنجروش لو فيزاج. هادوك لي بارتي كنطلقوهم بالماء. فوالا هانتي صافي باش كتجينا. وملي كان هنا كنشف كتبقاي انت دائما ديروا لي هكا كندوز ما تخليش ينشف يكرم نهائيا نهائيا. عرفتي هاد الناس قالت لي هنا واحد الحاجه مهمه هادوك لي ماسك اللي كنديروا ديال الروز ديال الفول ديال شنو قلتي لي هنا عرفتي نصائح صدماتني انا كنبقى بيتا كيولي وجهي بحال واقيلا داكشي قال لي كيزيد كيزيد يحفر الوجه. هما اي حاجه طبيعيه بحال الروز بحال الفول الفوائد ديالها زوينه على الوجه الا ما خليتيهوش ينشف نهائيا. لان ملي تبغيو تحيدو خصك تبقاو تكرطو في وجهكم وتحيدو وتجرو
اي سا سي با بيان بور لا بو. لا واخا تكون ناشفه واخا تكون دهنيه كما بغات تكون ما مزيانش نبقاو نحفروا هذاك هذاك لي غيد اللي تيكونوا سورتو الناس اللي عندهم لي غيد تيكون عندهم لي غيد ولا غيد كتعمر بهذاك الشيء قاصح وتتجلس تفرك فيها وتبرك عليها باش تحيد داكشي سي با بون دو تو. دونك انت داكشي تيدخل لك بين 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 داك التجاعيد تيدخل بين وحده وحده وتتحفرها تزيد تولي الغيد كثر وكثر كتزيد تحفر مع الوقت تزيد اسو تراس هذيك لا غيد كتزيد فوالا جونتيمون سون فروتي سون ترو فروتي فوالا دائما بالمدافي مدافي دونك الا كنا كنديروا دوك لي ماسك ديال ديال الروز وديال الفول وهذا ما نخليهمش يكرموا يعني نهائيا عفاك عفاكم البنات هذاك اون باز اللي تكون نوتر بحال دابا ديروا جو سي با انا انا ما نكذبش عليك كيفاش قولي لنا قولي لنا ما انا جو سوي كونتر هذاك الشيء بزاف بلدي بزاف بلدي بزاف طبيعي مزيان حتى تسمع البنات شكرا هاد الممثله شكرا هاد المغنيه عطيتينا هاد الماسك ديال هذا وسي تبقى تقول لك حتى تيكرم وتتحيدو لا ما خصوش يكرم نهائيا خصو ديرو اون باز بحال دابا دانون ايا وخت ايا وخت اللي هو تي داك لارجيل كيتخلط به باش كينزل على هذاك سي فري مي مي كينزل على على لو فيزاج وما ينشفلكش بداك الطريقه الحاده بحال الزنك انا حفظت الدرس داك واش بقاوش ديروا داك لي ماسك ديال الطبيعيين بزاف الا درتيهم ديروا معاهم شي حاجه اللي هي ما كتخليش ما تخليهاش تنشف نشف وما ما يبقاش يكرم دونك هنا واو هو طبعا غير مع التصوير جاو لي جاو لي زيتاب تيجيو شويه هكا تيجيو طوالين شويه مي سينو انت تكون مع راسك بوحديتك راه فيت في دغيا بصح نورمال نعطيناكم عطيناكم تفسير الممل الممل درنا لكم لي زيتاب كاملين يعني ان فري سوا دو فيزاج سينو كيما قلت انا راه غديريها تدخلي بالزربه واحد 10 دقائق وانت ساليتي كلشي وصافي اي كومبري بان راه تخليه كل حاجه تنشف على خاطرها من طبيعه الحال دونك كتحسي بالفيزاج ديالك ما بقى فيه حتى شي داك لاغجين ما بقاش فوالا هو ديجا البنات راه ناشف لان ماشي تيكون فيه الماء ولا شي حاجه تيكون الوجه ديالنا ناشف مزيان هانتوما شفتو نشفت اه نشفت تبارك الله Après, on va passer la crème. D'abord, c'est la dernière étape. Il y a, on va dire la crème du jour. D'accord. Oui, elle est en même temps crème de nuit. Pour les gens qui déroulent le sérum, ou dès que la base de vitamine C, ils peuvent la mettre le jour et la nuit. Ou les gens qui ont des rides, ou les gens qui ont des rides. يمكنهم يديروهم الصباح وبالليل دابا انا ندير الصباح وبالليل لا انت ديريها مره واحده انا غير مره واحده انا ندير غيدا هنا لا لا ما يصيب با داك لي غيد الخايبين كاينين 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 دي غيد بيان تراسي كتحسي بهم شفتي يا جميله لا والله كبرنا على طلعتي لي غير هي انسان يتهلا في راسو كنعاود نقولها ونقولها انا راه البنات ما بديتش هذا الشيء بكري دونك البنات اللي عندهم 30 عام عافاكم مدام زوقه الى ما بداو لي سوان دو فيزاج بكري وخذوا الحاجه الطبيعيه دائما انا قلتها وكنعاودها تبارك الله هنا ما شاء الله ماشي قدامها راه كتصوب هذا الشيء بيديها يعني الانسان اللي تبارك الله قرات عن تجربه سي دي فورماسيون ما شاء الله صافي 6 ans je suis des formations de cosmétologie ودرت البنات الاستيتيك باش تعرفوا يعني هادشي اللي كتصوب راه ماشي غير حيت بغات تابليكي ديال هادشي على وجهي ولا لا شي راه قرات وما شاء الله
ولكن تبعت تبعت داكشي اللي كتبغي ياك. شوف الميول اللي كتخدم الاقدار تديك لواحد الاتجاه ومن كتوصل لواحد السن وكتبدا تقلب على الميول ديالك صافي. انا خدمت اللي خدمت تبارك الله. ما دابا خدمتي ديال سيتيك هنا قول واحد 20 طو. ما شاء الله واحد 20 عام. تبارك الله تبارك الله. جي مانيبولي لي كريم جي مانيبولي لي غوماج قصت في لي ماتيير فهمتهم بما فيه الكفايه الوغ دست لا فابريكاسيون. الله يعطيك الصحه هذه هي المراه المغربيه. الله يسلمك. سو غادي نحطوا لا كريم دابا اون فالا ديسباتشي اون فالا على لو فيزاج كامل اون فا فيغ ان بتي ماساج وغادي نشوفوا في الاخر النتيجه ان شاء الله غتكون بيرفكت باذن الله. صافي ان شاء الله. اوكي الوغ البنات كنت فواحد ال والله الا دعست نوتخ ديمونسيون والله الا كنت فواحد لا ديمونسيون البنات جنبكم. الله يعطيك الصحة هناء. صحة وراحة. احساس ما عرفتش كيفاش نعبر عليه. المهم بغيت نقول لكم بان راه سيروم غادي تولينا هناء كيفاش كيدار ولا كيفاش نابليكي ولا واش بحال بحال هاد لاكريم بحال بحال لاكريم بحال بحال لاكريم كلكو غوت ثلاثة أربعة نقيطات نورمالمون كندير وحدة هنا ما غاديش نقص بجي وحدة نقيطة تدير نقيطة ولا جوج على يديك يكونوا يديك نقيين بيان سور تدير جوج نقيطات باسكو إلي تخي زيدغاتون تدير نقيطة ولا جوج ياك تحط ديراكتومون على لو فيزاج فو ما تيحتاجش هو الماساج كيدخل إصابة وريني فهمتي كيفاش الوغ تتحطو هكا 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 لو سيروم اون با بوزوان دو لو ماسك لابليكي كتبقى تيدخل كيبانك راسو بحال كنطبطبو على اليد على الوجه باردون هكا 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 فوالا كتدخلي يبانك صافي. كاين اللي كيبغي يدهنو ايه ياك يدهنو ما تحتاجيش تبقاي دهني فيه راه تيدخل لراسو ان سيروم الي في بوغ كي سوا زعما كيبانك لابو ديراكتومون تخي بيان وهذا دونك هذا هو اللي كان سي لو سيروم وتبارك الله فيه ما شاء الله سي سي دو 30 ml يعني راه غيبقى عندك دير منه هين قطه ولا جوج با بلوس قطه ولا جوج انا تنأكد المواد راهم جد فعاله المواد الفعاله اللي فيه لي تري بويسونت ما يحتاجش الانسان يدير الكثره هذاك شويه فعال فوالا دونك شاك نوي شاك نوي بالنسبه للناس اللي خصهم لو كو ديكلا اللي عندهم لو تان تيرن دي فاتيغي بالنسبه ليا هم عيان انا فاتيغي انا قولي ديري كل انا شوف بالنسبه لي بالنسبه لي كديريه بالليل ولا كريم بالنهار لا كريم بالنهار ودا بالليل وكنعاودو ناكدو لي سوان قلتي ليا مره في الشهر مره في الشهر لو سوان كومبلي بحال هذا اليوم بحال هذا ديال اليوم مره في الشهر بركه فيه الكفايه العنايه بالبشره الغسيل دائما شاك جوغ و ليدغاتاسيون شاك جوغ que ça soit le jour que ça soit la nuit la crème du jour ou là le sérum de nuit هذاك شي يومي ما كنهضروش عليه داك و لو غوماج اي لو ماسك الا كانت البشره ناشفه راه تنديروه اون فوا بار سيمين الا كانت بشره دهنيه وخصها العنايه كنديروه دو فوا بار سيمين الله يعطيك الصحة. الوغ كلشي غيسولنا دابا بشحال جميلة حتى انا عارفة التعليق يقولوا بشحال بشحال كل وحدة لاكام كلها شحال؟ دايرها 390 درهم 390 درهم البنات لاكام كلها فيها خمسة ديال لي زارتيكل خمسة ديال لي برودوي فيهم سيروم فيهم لا كريم فيهم لارجيل يا اما لارجيل روج واما لارجيل فير ياك وي وفيها لو غوماج وفيها الغوماج وفيها لو ماسك وفيها لو ماسك دونك هادو هما اللي كاينين بالنسبة لارجيل راه على حساب البشر ديالكم يا الدهنية يا الجافة ما غاديش سالينا فوالا كتعجبني مرحبا مرحبا الله يبارك فيك بغيت غير نقول لهم وكاين ان شاء الله منتوج غادي يجي لاحقا ان شاء الله غيخرج في الاسبوع المقبل اللي هو لو سيروم كونتور دو لاي معقوله لان هاد لو سيروم هذا ما غاديش نقربو حتى هادشي كل هاد لاكام اللي درنا اليوم كلها تنبعدوها على الكونتور دو لاي لان خصو المواد اللي تجي مع لو كونتور دو لاي لا بارتي الي تري فراجيل الي تري فراجيل تخسر كاع من فراجيل اكزاكتومون سي ان سيروم تاهو زوين جد فعال كونتور دو لاي كونتور دو لاي انتي ريد انتي سيرن على باس دو كافيين اي ا باس داسيد هيالورونيك زوين تهوايا ان شاء الله الاسبوع المقبل عاد غادي يخرج باذن الله ان شاء الله دونك غادي تصاوبوا لينا لالا ريحانه غادي نقسموا معكم الحقيقه دائما ولكن بعد ما صافي نوض حيت انا تحليت بصراحه البركه نسعدك لالا يخطيك صحه وراحه بارك الله فيك ميرسي
هلا ميرسي بوكو دغيا عليك بليزير تبارك الله عليك كلشي ما شاء الله البنات كنحس به ما نعاودكمش المهم راه لابسه لكم قميص البنات قميص زهره داكشي داكشي وما شاء الله الجمعه ديال يوم الجمعه يوم الجمعه الله صافي كنبغي نشوفوا لا فيديو ديال السبت خي جولي كابتن الله يبارك فيك هذا هنا هذا ديال عمر الخياط ديالنا في الزموري البنات ما شاء الله ديال واحد العروسه وقلت والله تغلبسوا لكم باش تشوفوه هنا احمقات عليه غزالي يلاه ميت بغيت تخيط قميص عيط ليا ديك عند عمر ان شاء الله دونك انا شكرا لك بزاف 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 حنا ردينا لي داكسيسوار ديالنا كما كتقول هنا دائما كل حاجه عندها التاويل ديالها دونك ملي تبغي تصوبي وجهك اولا تقدي حيدك وكلشي كما درنا دابا والله الا كتحسوا بواحد الاحساس زوين بزاف هادشي مره في الشهر وكنعاود نقول بالنسبه لي سوان ديال كل نهار راه عندنا غير لا كريم وعندنا لو سيروم جبتيه مني انا باش نعاود عرفتي انا البنات راه ما كنعقل على والو الوغ بوغ شات تحفظني لو جي نيتوايون ديال كل نهار البنات ديال كل نهار تغسلوا به الصباح ولا بالليل تخافوا من حتى حاجه نهائيا لا كريم دو جور ولو سيروم دو دونك هادو ثلاثه يوميا فوالا بالنسبه لو سوان ديالها اللي درنا اليوم دابا تديروا كلشي مره في الشهر هادو مره في الاسبوع يعني انا دابا درت اليوم الجمعه ما غنديروا حتى الويكند جاي يا اما جمعه اما سبت اما الحد لا لا فوالا هادشي اللي كاين اوكي اللي يخطيك دونك الكوماج والقول لارجيل روج بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه لارجيل بها اكزاكتومون شي حاجه خمسه على عشره لا لا دي سير دي لا لا يخطيك انا شكرا لك بزاف كنتمنى حتى نتوما البنات تكونوا استفدتوا معنا اليوم ولو بالقليل يعني البراتيك الاهم كنشريو وما كنعرفوش البراتيك وداكشي اللي وجهنا دونك اللي ما عطاتنا هنا الله يعطي صحتها عرفتي انا غنمشي ليما فرحانه والله العظيم حيت فرحت بحال شي عروسه مشات للحمام صحه وخدات لي زوان ديالها فشي صالون نيت الله يعطيك صحتك ونيزيتي با ام بوزي لا كيسيون بيان سور اللي خصها شي حاجه اي سؤال على راسي وعينيا مرحبا التليفون هو اللي كاين فوق البنات دونك مرحبا بكم هنا دائما كتكون في حنا كنسموها ريحانه لي برودوي ديالها زوينين بزاف بزاف لا كاليتي ما نهضروش عليها شي حاجه اللي مصوبه بيديها وقرات عليها راه ماشي اي حاجه كنجيو البنات وكنشريو من السوق بعد ما كتشي شي حاجه ب 13 درهم ولا 14 درهم راه سي نورمال غدير لك شي حاجه خطيره في الوجه الان بعض المرات انا تنقولها للناس الله يخليكم عفاكم تسالوا علاش هذاك المنتوج شنو هي القيمه ديال يا لي كومبوزون ديالو بشحال مصيب حنا كنشريو العلبه ديالو كيفاش شنو علاش رخيص علاش ب 200 وب 400 وب 600 والله العظيم سي با كوم باغازار شنو حطوا لكم في هذاك المنتوج اللي خلاه يكون طايح هذاك الثمن ديالو كله طايح علما ان المنتوجات المزيانين تيكونوا نورمالمون غاليين حيت فيهم مواد فعاله كتكون عندها قيمه غاليه بزاف وملي كنحافظوا على وجهنا البنات راه غير باش مشيت تا عند شي طبيبه تبارك الله ديال الجلد راه الثمن باش كندوزو كيكون خيالي يعني اثمنه غاليه بزاف دونك نحافظوا على وجهنا قبل ما نوصلوا للمشاكل اللي هي سورتو لابو كنا العيالات حنا ولا الرجال ولا كلشي دابا وجهه هو كلشي يعني هو الفساد هو المراه وجهها وشعرها هو كلشي اللي يخليك ديدي ما شاء الله ان شاء الله تحيه كبيره للمراه المغربيه اللي دائما كتبغي تكون انيقه وجميله ودائما من الشيبانيه مولا بلال مهما كان عمرك ديما تنقولها وتنعاودها واخا شيبانيه انا جيت باش ندير لوزون غنبقى دائما ان شاء الله في وجهي لان كما قلت انا قبل ما كانش عندي باش دابا الحمد لله كنمشيو على قدرنا لي برودوي ما غاديينش بزاف كما قلت ما تخليش وجهك حتى يولي فحالي وفحال واحده اخرى اللي الله يحفظ كيكونوا هكا لي طاش كثر ولا سميتو ولا هذا شي حاجه خايبه فمرحبا بكم ما غاديش نزيد نطول عليكم سونتر تاشفين يرحب بكم دائما في بروميير ايطاج سوق تاشفين غتدخلوا مع الباب غادي تسولوا اي سيكوريتي كاين تما كاين الله يعطيهم صحتهم حتى هما غتقول له فين كاين سوق تاشفين غادي يقول لك في البروميير ايطاج وشي اضافه هذا باش نقول لك مرحبا بكم الذي على الاسئله ديالكم تمام مرحبا بهم انا كنجاوب على جميع الاسئله اللي بغى يعرف اي حاجه مرحبا اللي قدرت نديرها على راسي وعينيا شكرا لك ودائما قبل ما نختموا الحلقه كنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه وربي يرزقكم من واسع فضل اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنسوش دائما ميم هور ميم اندرو سور ما شين وديما هنا سنتر تاشفين ريحانه كنموت عليكم الى اللقاء السلام عليكم ميرسي